أن المؤشر يعود دون مستويات 10900 نقطة، لكن في هذه اللحظة الآن يستعيد هذه المستويات، ارتفعت الآن تقريبا ب20 نقطة المئوية، مكاسب ب23 نقطة. نتحدث عن قيم تداول 2,663,000,000 مليون ريال. بالتالي ما زالت السيولة يعني دون المتوقع للسوق، خصوصا يعني منذ الجلسات ما قبل إجازة عيد الأضحى، ما زلنا مستمرين. بالأمس كان هناك تراجعات للسيولة بنحو تقريبا 6%، انخفضت ب520 مليون ريال. نتحدث عن جلسة الأمس 7,900,000,000 ريال. بالأمس كان ملاحظ هناك الدعم تحديدا من قطاع المواد الأساسية، اليوم أيضا تستمر أو يستمر هذا الدعم بالنسبة للقطاعات القيادية. نتحدث قطاع المصارف ارتفاعات ب14%، اليوم قطاع المواد الأساسية تراجع الآن ب20 نقطة المئوية، على الرغم يعني من إعلان نتائج إيجابية لعدد من الشركات، لشركات البتروكيميكال تحديدا. اليوم كان هناك إعلان بالنسبة لينساب وارتفاع لأرباحها. أيضا نتحدث قطاع الاتصالات على ارتفاعات بنصف النقطة المئوية، تقريبا أعلى الكاسبين في هذه الجلسة حتى الآن للقطاعات هو قطاع الصناديق العقارية بالإضافة إلى قطاع الاتصالات، بينما أعلى الخاسرين التطبيقات وخدمات التقنية بأكثر من 3%. وأيضا أشير أيضا أنه الأعلى الرابحين قطاع الإعلام والترفيه، ارتفاعات بأكثر من 7%، وتحديدا بدعم من سهم الأبحاث والإعلام. نذهب إلى أداء الأسهم القيادية حتى الآن. الراجحي على ارتفاعات ب14%، سابك أيضا ارتفاعات ب20 نقطة المئوية. اليوم البنك الأهلي يعود للارتفاعات بعد أن كان في جلسة الأمس على تراجعات ب3%، اليوم ارتفاعات ب1.3%، تجاوز معها مستويات 54 ريال. جرير تراجعات، والمراعي، بنك الرياض ارتفاعات. أيضا نتحدث عن ارتفاعات بالنسبة لسهم STC بنصف النقطة المئوية. أيضا موبايلي على ارتفاعات تقارب 1% بعد النتائج الإيجابية للشركة، ارتفاعاتها في النصف الأول ب49%. أيضا زين على ارتفاعات ب10 النقطة المئوية. أذهب إلى الأسهم الأكثر ارتفاعا في هذه الجلسة حتى الآن. لاحظ الأبحاث والإعلام ارتفاعات بتقارب 8%. إعمار أيضا ارتفاعات ب3.5 النقطة المئوية. زجاج على ارتفاعات ب3.14%، وأيضا إكسا التعاونية على ارتفاعات ب2.5%. الأسهم الأكثر انخفاضا MIS المعمر، تقريبا تراجعات ب3.16%. خلال الفترة الماضية كان هناك ارتفاعات بالنسبة لهذا السهم، سجل أعلى مستوياته، وصل تقريبا 160 ريال. تشيب على تراجعات أيضا ب3.14%. بحر العرب تراجعات ب2.16%. مجموعة الحكير على تراجعات ب2.4%. أشير لأن اليوم يعني يبدأ فترة مرحلة اكتتاب وتداول حقوق الأولوية بالنسبة للحكير، بعد أن رفعت رأس مالها من 343 مليون إلى 650 مليون ريال. وأيضا لاحظ ريدان على تراجعات ب2.3%. الأكثر نشاطا في القيمة في جلسة هذا اليوم، أذكر أنه الآن السيولة عند تقريبا 2,600,000,000. طبعا استحوذ سهم شاكر على 184 مليون، وأيضا الخريف على 100 مليونين، والأبحاث والإعلام على 89 مليون، والأهلي على 89 مليون ريال حتى الآن.